عشت في قطر بحمد الله منتصب القامة مرفوع الهامة محفوظ الكرامة، لا يستطيع أحد أن يتهمني بأني نافقت يوما في حياتي. لو كنت أحب أن أنافق أو أحب أن أسير في ركاب السلطان لبقيت في موطني الأصلي، وبقليل من التنازلات كنت وصلت إلى أعلى المناصب التي وصل إليها من هو دوني بكثير، ولكني آثرت أن أحتفظ بديني وأحتفظ بمبدئي وأثبت على موقفي، وأقول للطغاة، أقول لكل ظالم جبار متحديا: ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني، سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيى ديني. هكذا قلت للطغاة ولا زلت على موقفي. أنا لا أداهن في ديني،